فأبلغ مسؤولو نادي بيراميدز سباع الفريق الدولي بعدم الانضمام لمعسكر منتخب مصر اليوم الثلاث، وقرر نادي بيراميدز قرار الالتزام بمواعيد الأجندة الدولية المحددة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، والتي تنص على استدعاء اللاعبين قبل المباريات ب 72 ساعة فقط. وأكد مسؤولو بيراميدز أن الجهاز الفني استأذن الأندية في ضم اللاعبين قبل الميعاد بصورة ودية، وهو ما لم يحدث مع بيراميدز، وبالتالي سنتمسك باللوائح الدولية. مسؤول بيراميدز أبلغوا اللاعبين بعدم الانضمام لمعسكر المنتخب النهاردة الثلاث وحصولهم على راحة حتى يوم الخميس، على أن يعودوا لتدريبات بيراميدز يوم الخميس بشكل طبيعي، وبعد كده ينضموا لمعسكر المنتخب في الميعاد المحدد في الاتحاد الدولي. وبتضم قائمة المنتخب الوطني 7 لاعبين من بيراميدز، وهم رجب بكار، محمد حمدي، أحمد أيمن منصور، عمر جابر، عبد الله السعيد، محمد فاروق، وإسلام عيسى. وبيسعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني لحل الأزمة بصورة ودية خلال الساعات المقبلة. نادي بيراميدز من الأندية زيه زي نادي مصر، نادي الاتحاد السكندري، بعض الشيء نادي الإسماعيلي، اللي كان عندهم فترة التوقف اللعيبة رجلها في الملعب واللعيبة هتفضل فايقة، لأن هم كانوا بيخوضوا مباريات سواء بقى في البطولة العربية أو بالنسبة لنادي بيراميدز مشاركته في كأس الكونفدرالية في نسخته ال 17، وشايفين اللاعبين فايقين وقدروا إن هم يحققوا فوز خارج الأرض، وأيضا في مباراة العودة فازوا بثلاث أهداف نظيفة. فاللاعبين في حالة فورمة ماتشات وحالة بدنية جيدة جدا، ولكن ما يخص بقى اللوائح وعودة الاتحاد أو إرسال الاتحاد خطابات بشكل الاتحاد المصري أو المنتخب أو المسؤول عن شؤون المنتخب الأول لكرة القدم، التواصل مع الأندية اللي ضمن صفوفها لاعبين ضمن صفوف المنتخب الأول لكرة القدم، هنشوف المشكلة دي أو مش مشكلة ولكن التعامل معها. يعني بيراميدز هيفضل متمسك بقراره ولا ممكن نشوف اللاعبين السبعة بينضموا للمعسكر علشان كمان يكونوا بيستعدوا لخوض مباراة ليبيريا؟ هيبان أكيد خلال الساعات القليلة اللي جاية.